بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 11 بعد 100 الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذا السائل تركي من الدوادمي يقول: تساهل البعض من الناس بأمور الدين، هل من كلمة شيخ صالح في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الناس لا شك أن فيهم من يتساهل في الدين، منهم من يتكاسل، ومنهم من يهاجم الدين ويتهمه لأنه دين ضلالة وأنه دين متشدد، ولكن لا عبرة بكل هؤلاء. الدين، الله جل وعلا قال: ذلك الدين القيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا الدين هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي أمرنا والذي أمر نبينا وأمرنا باتباعها. ولا شك أنه كما يكون لها أعداء ومنافقون، يكون لها محبون وأولياء ومؤمنون. الحمد لله، هذا الدين لن يضيع، وإنما العبد هو الذي يضيع نفسه إذا لم يتمسك به، فإنما يضيع نفسه. وأما الدين نفسه فإن الله يحفظ ولا يضيع، ويحفظ أهله وأولياءه، فلا خوف عليه ممن يتساهل فيه أو يتنقص، لا خوف على هذا الدين، إنما الخوف على الإنسان نفسه، إنه إذا تساهل فيه أو تركه فإنه يهلك. نعم. فضيلة الشيخ، هذا أبو عمر يقول: في الآونة الأخيرة يا شيخ انتشر رسائل لا يعلم مصدرها على الجوالات: أعرف دينك وسنة نبيك وارسل على رقم كذا واشترك في خدمات إسلامية بكذا شهريا، هل يجوز الاشتراك في مثل هذا؟ أنا لا أعلم هذه الأشياء ما فيها وما تشتمل عليه، ولكن لا تستعجلوا برسائل الجوال، وأنا حذرت منها كم مرة خلال هذا البرنامج، قلت إن وسائل الجوال يدس فيها الكثير ويستخدمها الخرافيون وأهل الضلال لترويج شرهم وضلالهم، لا تحفظوا منها ولا تستعجلوا فيها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، نقوم بتغسيل الجنائز وهي كثيرة ولا نستطيع الصلاة عليها في المسجد مع الجماعة، ويقوم البعض بالصلاة عليها قبل ذهابها للمسجد. أنكر علينا البعض بقولهم: الصلاة الأولى فرض كفاية والثانية سنة، فهل نصلي عليها أم لا، مع العلم بأننا لا نستطيع أحيانا الذهاب إلى المقبرة؟ صلوا عليها وأنتم معجورون إن شاء الله، ولا يمنع هذا أن يصلى عليها مرات، صلى عليها في المسجد، في المقبرة، في البيت، كل هذا زيادة خير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ماذا يعمل؟ يخير بين إذا صلى الركعة الثالثة يجلس ويأتي بالتشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، شخص حرم شيء ألا يفعله ثم فعل ذلك فكفر عن يمينه بالكسوة، فهل يكفي ذلك عن صوم 3 أيام؟ لا يجزي صوم 3 أيام إلا لمن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، ما دام أنه كسى 10 مساكين كل مسكين ثوب فقد أدى ما عليه، ولو صام لم يجزئه ذلك وهو يقدر على التكفير بالمال. نعم. هذه أخت سائلة تقول: هل يجوز للمرأة النفساء أن تقرأ القرآن وأيضا كتب الأذكار والتفاسير وجزاكم الله خيرا؟ النفساء والحائض لا يقرأان القرآن، وإنما لا بأس أن يقرأ في كتب العلم تفاسير، لأن تفسير كتاب وليس هو مصحفا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة التي لم تذكر الاسم في رسالتها تقول: كيف يمكن التعاون مع الزوج إذا كان ينظر إلى النساء مأجورين؟ التعاون معه بالنصيحة وتخويفه بالله عز وجل، إن هذه فتنة عظيمة. الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا
عرضوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والنظر إذا أطلقه الإنسان النظر إلى النساء هو سهم مسموم من سهام إبليس يصيب قلبه بالفتنة والميل مع الشهوة هو وسيلة إلى الحرام، عليه أن يتقي الله وأن يغض بصره عن النساء. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو أحمد يقول: سؤالي مكون من 3 فقرات للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. بالنسبة لكيفية البر بالميت، هل يجوز قراءة القرآن على أن أهدي ذلك الثواب للميت؟ وأفضل الأعمال التي أبر بها هذا الميت؟ الأعمال التي يهدى ثوابها للميت هي ما جاءت الأدلة بإهدائها، مثل الصدقة عن الميت، مثل الدعاء للميت، الاستغفار له، الحج والعمرة عنه. وأما إهداء قراءة القرآن فهذا لم يرد به دليل فلا يشرع. نعم. يقول هذا السائل لفضيلة الشيخ: ما حكم من داعب زوجته وهو صائم صيام تطوع الاثنين والخميس؟ لا يجوز له ذلك، لأن هذا يجره إلى فساد صيامه بالشهوة، ما بجماع أو بإنزال، يتجنب الوسائل التي تجره إلى فساد صيامه. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول في الصائم أنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ترك الشهوة، ليس الأمر مقصورا على ترك الطعام والشراب بل والشهوة أيضا. نعم. هذا سائل البرنامج يقول: توفي لي صديق وله عندي فلوس ولا أعرف له أحد من أولاده أو أقربائه، ماذا أفعل بعد أن بحثت عنه؟ عليك أن تعلن، تذهب إلى المحكمة وتعلن عن طريقها أن فلانا قد توفي، فمن كان له حقوق عليه أو عنده له حقوق فليأتي. نعم. هذه الأخت السائلة تقول بأنها ذهبت مع عائلتها للعمرة في سنة ماضية وكان عمرها 14 سنة، وقد نزلت عليها الدورة ولم تخبر الأهل بالأمر الواقع، وطافت وسعت وأكملت العمرة، فما حكم هذه العمرة؟ إذا كانت اعتمرت بعدها فإنها تقوم مقام العمرة التي أدتها وهي حائض، أما إذا لم تكن اعتمرت بعدها فإنها لا تزال محرمة وعليها العود إلى أداء العمرة، تبقى على إحرامها وتعتبر نفسها محرمة، تذهب تجتنب محظورات الإحرام وتذهب تأتي بالعمرة. نعم. جزاكم الله خيرا. آخر يسأل يقول: هل نسيان الجهر بصلاة المغرب بالركعة الثانية يستوجب سجود السهو؟ وإن سجدت هل علي شيء؟ يستحب لمن ترك سنة الصلاة من سنن الصلاة أن يسجد لها سجود السهو، وتلاوة وقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة هذا من السنن، وكذلك الجهر القراءة في الليل صلاة الليلة يعني المغرب والعشاء والفجر، الجهر القراءة في هذه الصلوات سنة، إذا نسي تركه وسجد للسهو فهو أحسن، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. نعم. يسأل فضيلة الشيخ يقول: أولا، ما هي أفضل كتب ألفت في العقيدة وكيف يحقق المسلم التوحيد؟ كتب المؤلفة في العقيدة كثيرة ومتنوعة، ولكن كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب علماء الدعوة في هذه البلاد ولله الحمد هي من أحسن الكتب وصحها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فقرته الثانية يسأل عن تحقيق التوحيد، كيف يتم ذلك؟ تحقيق التوحيد تصفيته من الشرك والبدع والذنوب والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد. فهناك توحيد يسلم به من الشرك ويستحق دخول الجنة بإذن الله، وهناك توحيد محقق أعلى من توحيد الأول، يدخل الجنة بغير حساب، حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد أن يتجنب الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي كلها. أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل الذي أرسل بهذا السؤال عبد الله يقول: لماذا حرمت الصدقة على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ لما في الحديث في آخر الحديث إنها أوساخ أموال الناس. نعم. فحرمت على الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته تنزيها لهم عن ذلك، عن أوساخ أموال الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: شيخ حفظكم الله، هل يجوز أن أقرأ القرآن أثناء ساعات الدوام وفي وقت الفراغ؟ أثناء ساعات الدوام لا تقرأ القرآن، بل اشتغل بأعمال الوظيفة، لكن إذا مر عليك فترة وليس عندك عمل فيها لا مانع أنك تقرأ القرآن حتى يأتي عمل. نعم. يقول: أرجو من الشيخ حفظه الله أن يوجهني، فقد تسهلت في عملي من سنوات ماضية وعندما عرفت أمور الشريعة أريد أن أعوض، كيف يكون ذلك مأجورين؟ ذلك بالإكثار من الأعمال الصالحة،
الإكثار من الأعمال الصالحة مع التوبة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الله جل وعلا قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، كنت في الماضي مستهترة بأمور ديني، كنت لا أقضي صيام رمضان وأترك بعض الصلوات وأكثر من الأيمان والنذور، وقد اغتبت بعض الأخوات والنساء، هل التوبة في مثل هذا تجب ما قبلها؟ نعم، إذا كنت تتركين الصلاة متعمدة هذا كفر يخرج من الملة، هذا الصحيح من قولي العلماء، كفر يخرج من الملة، فلا يجزيها الصيام، ولو صامت لا يصح صيامها، عليها التوبة إلى الله، التوبة الصادقة والمحافظة على دينها في المستقبل، من تاب تاب الله عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. من فقراتها تقول السائلة: هل صحيح أن في ظهر يوم الأربعاء دعوة مستجابة، وما هي أوقات الدعوات المستجابات مأجورين؟ لا أعلم في يوم الأربعاء خاصية للدعاء، إلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعاء فاستجيب له، لكن لم يتخذ هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خاصية للدعاء يوم الأربعاء فيما أعلم. وأما أوقات الإجابة التي وردت بها الأدلة الصحيحة: آخر الليل، وقت الأسحار، في صلاة الليل، جوف الليل، وساعة من يوم الجمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعة الإجابة، كذلك يدعو في سجوده، قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء قانون يستجاب لكم. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ أبو محمد يقول: هل نستطيع أن نسلم على الميت باسمه من خارج المقبرة، وما الأجر المترتب على زيارة القبور؟ السلام من خارج المقبرة يكون على الأموات كله، على أهل، على أموات المسلمين جميعا، وأما إذا أردت أن تخصص ميتا تقف على قبره تسلم عليه وتدعو له. نعم. يقول هذا السائل لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن من الزلفي: هل يحق للمسافر أن يكتفي بركعتين أدركهما مع مقيم في صلاة العصر؟ وشكرا لكم. لا، من صلى خلف من يتم الصلاة وجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، فإن قصر صلاته غير صحيح. نعم. الأخت السائلة أم مرام تقول: متى يفرق بين الأبناء والبنات عند النوم إذا كانوا في بيت ضيق؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغوا 7 سنين يؤمرون بالصلاة ويضربون على تركها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. إذا وصلوا إلى سن المراهقة وبين البلوغ فرق بينهما خشية وجود الشهوة والوقوع في الفساد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا باخت الجدعاني من جدة أرسل بسؤال يقول فيه: رجل مصاب بجرح في قدمه اليمنى، ووضع شاشة على كامل القدم، وحذر الطبيب من وصول الماء إلى الجرح لأن الرجل مصاب بالسكري، ماذا يعمل بالنسبة للوضوء مأجورين؟ يشترط في المسح على الجبيرة وما في حكمها أن تكون على قدر الإصابة، وأما أنه جرح في طرف الرجل وكل الرجل تغطى لا يمسح عليه، يمسح على ما كان قدر الجرح ويزال الغطاء الذي زايد عن الجرح إن أمكن. إذا لم يمكن إزالة الزايد فإنه يمسح على الجريح ويتيمم عن الزايد، يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ويتيمم عن الزايد المغطى الذي لا يستطيع إزالة الغطاء عنه. نعم. ويسأل أيضا عن كيفية المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة: أضع يدك مبلولة بالماء وتديرها على الجبيرة مرة واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ باخت أيضا له سؤال آخر يقول: هل يسن للعمرة طواف وداع؟ لم يرد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد هو أن الحاج لا يخرج بعد الحج يسافر إلا إذا طاف للوداع، قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في الحديث أنهم أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحاج، وكان الناس ينفرون من كل وجه، أمر صلى الله عليه وسلم أن لا ينفرن أحد حتى يودع طواف الوداع بالبيت، وفعله صلى الله عليه وسلم لما حج الوداع فإنه في آخر أعماله، أعمال الحج، طاف للوداع لما أراد السفر الرجوع إلى المدينة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل أرسل بهذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ صالح، ما حكم جلوسي مع زوج يدخل على أهل بيته مال حرام، هل علي ذنب أنا وأبنائي؟ هذه الأخت السائلة أم عبد الله. هذا منكر، والواجب إنكاره، إنكار هذا الشيء عليه ونصيحته عن المال الحرام، وإذا علمت أن هذا المال من حرام فلا يجوز لك الأكل منه.
نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل.